ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي دكتور أشرف صباغ. حياك الله معنا دكتور. نبدأ معك من الموقف داخل روسيا تحديدا، أي تصدعات قد يخلفها هذا التمرد الذي انتهى سريعا بواسطة رئيس بيلاروسيا؟ في الواقع إذا كان هذا التمرد أو هذه التحركات التي قام بها مؤسس مجموعة فاغنر السياسي العسكرية الروسية قد انتهى بشكل سريع أو خلال تقريبا 30 ساعة، فهو قد ترك العديد من المشاكل. ففي الواقع لن تعود الأمور إلى الوراء بعد ذلك، ولن تستعيد نخبة الكرملين الهدوء والثقة والطمأنينة، ويبدو أن الغرب وخبراءه يعرفون ذلك، وقد بدأت بالفعل حملات دعائية ومناورات استخباراتية وتحركات لوجستية مؤثرة من جانب العديد من الدول والأجهزة. وطبعا هناك حالة من حالات انعدام الثقة في الحقيقة في المجتمع الروسي بعد هذه التحركات، ولم يكن أحد يتوقع على الإطلاق سواء من شركة فاغنر أو من أي جهة أخرى في الداخل الروسي أن تقوم بهذه التحركات ضد نخبة الكرملين التي تحكم في الوقت الراهن، وتلك النخبة التي تبدي قوة وتبدي عزم وتبدي طموحات لاستعادة الإمبراطورية الروسية. نعم دكتور، نتحدث هنا عن أيضا تأثير ما أقدمت عليه قوات فاغنر خصوصا على سير الحرب الروسية في أوكرانيا. طبعا من الواضح أيضا أن السلطات الروسية بكل أجهزتها كان لديها شكل من أشكال التوقع أو درجة من درجات التوقع لما قد يقوم به بريغوجين. وفي الخمسة أو الأربعة أشهر الأخيرة كان بريغوجين يقوم بتلميحات تتضمن أو تنطوي على انتقادات للنخبة العسكرية ولقادة الجيش، وكان ينتقد تصرفاتهم وسلوكياتهم وأفكارهم العسكرية والحربية في أوكرانيا. وبالتالي تم سحب قوات فاغنر من خطوط المواجهة لكي تستريح أو تحت زعم أن تستريح، وبالتالي تم التصرف معها بالشكل الذي بدأ وعرفناه خلال 30 ساعة. ولنتصور قليلا إذا كان بريغوجين قد قام بهذه التحركات أثناء وجود قواته وأثناء وجوده هو شخصيا على الخطوط الأمامية في المواجهة على الأراضي الأوكرانية. أعتقد أنه كان أن ذلك قد يكون بمثابة فشل للحملة العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، وبالتالي خفف الكرملين من تأثير تحركات بريغوجين على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بسحبه والتصرف معه على هذا النحو. نعم. ومع ذلك فقد أثرت بدرجات ملموسة هذه التحركات على الحرب وعلى الحالة النفسية والرأي العام بالمناسبة، بل وأثرت على قادة الجيش، لأننا جميعا ننتظر الآن تغييرات بين قادة الجيش، ونحن نعرف عادة أن التغييرات بين قادة الجيش تتسبب في العديد من المشاكل والمصاعب. نعم، كان معنا المحلل السياسي دكتور أشرف صباغ، شكرا جزيلا لك.